وقيام أبينا الطباوي البابا المعظم الأنبط ودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المقوصية، ويديم لنا رئاسته سنين كثيرة متمتعاً بسلام كنيسته ونجاح شعبه في الفضيلة، وأن يعيد علينا أمثال هذا العيد السعيد ونحن مشمولين بعناية ربنا يسوع المسيح الذي تجسد لأجل خلاصنا، له المجد في كنيستنا إلى الأبد أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضاً من سنة 20 للشهداء سنة 304 ميلادياً استشهد 8140 شهيداً بمدينة إخميم، وذلك أنه لما كفر دقلديانوس بالإيمان ونشر عبادة الأوثان وأمر الولاة باضطهاد المسيحيين، وصل أريانوس والي أنصنة إلى إخميم، وكان معه الأنبا أبديون أسقف مدينة أنصنة، وتصادف وصول ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فلما علم الشعب المسيحي في إخميم بوصول الأسقف دعوه ليصلي لهم قداس العيد، لأن أسقفهم الأنبا أودوكيوس كان قد تنيح قبل ذلك بنحو شهر. لبى الأنبا أبدون الدعوة وذهب إلى كنيسة أوستير أي المخلص وهي كنيسة
هناك
هتفوا بمسامع الشام أين يولد الملك الأكرام لأن دياءه ملأ القلب وأتينا لنسجد له ونترنم المجد كلمة الآب الأزلي أتانا بحب وتجسد من عذراء عفيفة ونقية قول البشير الذي أنشد إنجيل الحياة إلى أبدية.